السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة أكلمكم عن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. طب دي بتخرج إيه؟ بتخرج بكالوريوس هندسة دراسة 5 سنين في إحدى التخصصات، إما قسم ميكانيكا شعبة ميكاترونكس، أو قسم كهرباء شعبة الاتصالات والإلكترونيات، أو قسم كيمياء شعبة الكيمياء. وبيحق للخريج الحصول على كرنيه نقابة المهندسين ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وحاصلة على شهادة الجودة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. طب إزاي أقدر أقدم في الأكاديمية؟ عن طريق مكتب التنسيق. لما يبدأ مرحلة التنسيق الأولى أو الثانية بيختار الطالب الأكاديمية رغبة أولى بطابع تنسيق 169، ولما تظهر نتيجة التنسيق ويتم قبول الطالب في الأكاديمية بيطبع بطاقة الترشيح وبيتوجه بيها للأكاديمية، وده في حالة لو الطالب شهادة ثانوية عامة. أما لو الطالب ثانوي أزهري أو أمريكان أو أي جي أو شهادة معادلة من إحدى الدول العربية، بيتوجه لمكتب التنسيق وبيتم عمل معادلة المجموع بالحد الأدنى للأكاديمية. طب إيه اللي بيميز الأكاديمية عن أي مكان تاني؟ اللي بيميزها إن بتشرف عليها جهتين، وزارة التعليم العالي ووزارة الإنتاج الحربي، ده غير المعامل اللي على أعلى مستوى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري اللي على أعلى مستوى وكفاءة، وأعضاء هيئة التدريس منهم كتير من الفنية العسكرية وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وغيرهم. وبيحصل الطالب على تدريب صيفي في مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وغيرهم من أماكن كتير اللي بتفيد الطالب في دراسته وبتزود من مهاراته. اوعى تضيع فرصتك في الانضمام للأكاديمية.